السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وفاء من ديليز باي وفاء. نتمنى تكونوا لاباس عليكم وبخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هاد لاصوب اللي كتجي غزالة، والناس اللي ما كتعجبهمش لاصوب غادي يوليو كيحماقوا عليها ان فوا يجربوا هاد لاصوب. اول شيء عندي هنايا بصلة قطعتها وغادي نديرها تشحر مع شوية الزيت والملح والابزار، وغادي ندير معها هاد القبيطه ديال الربيع، يعني واحد شويه ديال المعدنوس. غادي نحتاج لاصوب، واحد طريف ديال القرعه قطعته، وواحد جوج قرعات كورجيت قطعتهم دواور. مهم بالنسبه غادي طيب وغادي طحنوها كما بغيتو تقطعو قطعو. خيزوه يعني خديت جوج خيزوات، وخديت هنا واحد البطاطا كبيره شويه وواحد اللفته وثلاثه الفرماجات. وهاد لاكريم هي باش غادي نطحنها مني غادي طيب. المهم هادشي راه قلتو لكم فاش بغيت ندير البصله، ملح ابزار وزويته. غادي نديرهم يتشحروا هو الاول، يعني بحال غادي طيبوا اللحم غتشحر البصله والعطريه، يا بري غادي نزيد الخضره. ثم البنات هنايا شعلت على البصله، غادي ندير مليحه وغادي ندير الزيت وغادي ندير واحد راس معلقه ديال الابزار، وغادي نخليهم كيتشحروا حتى تشحر مزيان البصله، عاد باش غادي نضيف الخضره. البنات ها هي البصله مازال كتشحر، درت هنايا الماء كيطيب باش غادي نروي لاصوب، ما غاديش نرويها بالماء بارد باش منين نبغي الخضره نرمي الخضره نلقى الماء طايب. هنا خديت الماء باش غادي ندير هذا الروز يتسلق مع مليحه باش غادي نديرو مرافق للطبق، وغادي ندوز باش نعطيكم المقادير باش غادي ندير البروشيت. ها نتوما ها هي رويت هنايا الماء، غادي نخليها حتى طيب على خاطرها هي اللي نطحنها. وهنايا ها هو الروز كيتسلق. البنات بعد ما تسلقات بعد ما طابت الخضره غادي نضيف هاد لاكريم، وغادي نضيف الفرماج، وغادي نطحن. المهم خليكم معايا. دابا غادي نبدا نطحن، نتلاقاو ملي نطحنها. بالنسبه للبروشيطه البنات عندي هنايا 400 غرام ديال القطبان ديال البقري، بما انه العيد قرب قلت علاش ما نعطيكمش هاد الوصفه ديال البروشيط. عندي هنايا نص بصله مقطعه على حساب عباركم، عينكم ميزانكم على حساب شحال ديال اللحم عندكم. عندي واحد شويه ديال الربيع مقطع، ابزار، تحميره والكمون، ملحه، زويته، واحد الفلفله مقطعه حمراء وخضراء، وواحد نص بصله، وعصير نص ديال حامضه. غنبدا اول شيء غادي نعصر الحامض على اللحم باش يكون هذاك اللحم فتي. بعد ما عصرت هذا النص حامضه غادي نرقد فيها هذا اللحم، وغادي نديرو هنا باش ندير فيه العطريه. خد الملحه ابزار تحميره والكمون، المهم راه العطريه على حسب اللحم اللي عندكم، انا على حسب اللحم عندي كندير غير راس معلقه. والبصله زويته وغادي نخلط.
وغادي نخليهم مرقدين في هاد العطريه شي ساعه بحال هكا. الا عندكم الوقت وما كنتوش مزروبين بيهم يمكن لكم ديروهم في الليل وتخليهم حتى للصباح، يمكن لكم ديروهم في الصباح وتخليهم للليل. انا دابا مزروبه بيهم، غادي نخليهم غير ساعه المدانه وغادي نديرهم يطيبوا نشويهم. المهم غنرقد حتى هاد الفلفله معاها صافي، ونتلاقاو من بعد ما نشويهم ونوجد كلشي داكشي. ها هما البروشيت درتهم في القطبان ديالهم، غادي نشويهم ونتلاقاو. البنات غادي ندوز باش نعطيكم شنو غادي ندير في الرز. ما فيه حتى شي حاجه صعيبه، فيه جوج معالقات صغار ديال الزبده مليحه وبزار والربع، ومن بعد غادي ندير الرز غنصوطيه في ديك الزبده صافي. هذا ما كان هانتوما دابا ها هو الرز صافي طاب، غادي نطفي عليه. بعد ما ساليت هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي، حطيت لاصوب في الزلافه وشويه البغوشيط وهذا الروز ها هو مرافق للطبق ديالي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش عافاكم من جيم وابوني وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. وان شاء الله درت لكم هاد البغوشات بمناسبه العيد الكبير ان شاء الله. دابا وريتكم العطريه اللي كندير انايا في البغوشات في القطبان، ندوزو ان شاء الله لحاجه اخرى باش نكملوا سلسله ديال عيد الاضحى. الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله وبطول العمر يا ربي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساونيش عافاكم من جيم، ديجا قلتها لكم ولكن ما كنلقاش لي لايك. كنتمنى عفاكم تدعموني. وهذا ما كان، الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم على التتبع ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبسلامه.